إلى ذلك دعا رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة خلال قمة البحرين إلى تحرك عربي مشترك وفعال وأكثر إلحاحا أكثر من أي وقت مضى. نعم، وذلك للتعامل مع الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية قبل الدخول في صراعات طويلة الأمد. في ظل تفاقم حالة الانقسام والاستقطاب الدولي التي أفرزت صراعها لفرض الإرادات وتكريس المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي، فإنه لا سبيل أمامنا إلا الاعتماد على قدراتنا الذاتية والتكامل فيما بيننا وتوحيد جهودنا لصياغة حلول حاسمة وجذرية لقضايانا ومجابهة التهديدات الخطيرة على حاضر ومستقبل الأمة.